يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الآونة مقاطع فيديو في الجوال لبعض الرافضة وهم يقومون بسب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكأبي هريرة رضي الله عنه، ويتداولها كثير من الشباب من باب حب الاطلاع، فما هو رأيكم في ذلك؟ لا يجوز ترويج هذه الأشرطة الكافرة، لا يجوز ترويجها على الناس، فيجب إتلافها ومسحها، لأنك أنت إذا كنت تعرف وتبي تطلع لكن اللي غيرك ما يعرف، إذا وصلت إليه يحصل عنده شك في صحابة رسول الله، أو يحصل عنده بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب إتلاف هذه الأشرطة والقضاء عليها. نعم.